خيارات بيقبضن كيف بحب يقبضن اليوم أو بيقبضن بعد 20 سنة مثل ما هنن أو كذا سنة. خلينا نوضع هالخيارات، ما حدا ما بدنا نعلن عن أي شيء، لأنه أي شيء نعلن عنه نبدأ بالانتقاد ويبدأ بالهدم قبل أنه يصير. نعمله منقول هيدا هو اللي عنده أحسن يشرف. بإيماءات الموافقة والتأييد تلقى عدد من الحاضرين ما ألمح إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن خيارات عدة تدرس للتعويض على المودعين ولو بعد 20 عاما. قلت أقل مسؤولية تكون على المودع، لأنه هالمودع بدنا نجرب نشوف كيف نقدر نحميه ونقدر نرد له الوديعة تاعته، نرد له الوديعة حتى لا أفهم غلط. خسائر على الكل بدنا نتحمل، ولكن أقل ما يمكن أن أقدر حمره لأله. قال رئيس الحكومة أن الخسارة ستشمل الجميع، مشددا على أن المسؤولية الأقل يجب أن تكون على المودع. ما يغفله رئيس الحكومة معه أغلب المدافعين في العلن والمتآمرين في السر على المودعين هو أن المودعين ليسوا صنفا واحدا، فصغار ومتوسطي المودعين ليسوا كالمودعين الكبار. وتكرار عبارة الخسارة ستطال الجميع تعني أن الكبار سيخسرون كالصغار، بدلا من أن تتوزع الخسارة بشكل عادل. فبحسب أرقام مصرف لبنان 99% من المودعين البالغ عددهم أكثر من 1,400,000 مودع يتوزعون بين من يمتلك أقل من 3,000 دولار أمريكي ومن يمتلك أقل من 1,000,000 دولار أمريكي، فيما يمتلك 1% من المودعين ما مجموعه نحو 13,000 مودع أكثر من 40 مليار دولار من أصل 107 مليارات دولار. وعليه يكمن سؤال منطقي وبسيط أمام من يطرح معادلة الانتظار لمدة 20 عاما، وهي من يستطيع الانتظار؟ أولئك الذين يبحثون عن مورد للبقاء على قيد الحياة وتأمين حاجاتهم، أو أولئك الذين يتعاملون مع ملياراتهم كاستثمارات تضخمت بسبب الفوائد المرتفعة؟ The manager and the chairman of the Interbank, Mr. Bedas, took the foreign minister to the different rooms at the bank. والحال هو أن الدولة سبقت وتعاملت مع أزمة أقل حجما، ولكن بالأسلوب الذي يضمن حماية الأكثر ضعفا. ففي عام 66 انهار بنك أنترا وتوقف عن الدفع، فكانت الخطوة الأولى للحكومة أنذاك ضمان حقوق صغار ومتوسطي المودعين. ضمنت الدولة حقوق صغار المودعين، كيف ضمنتهم؟ اشترت الدين، يعني اللي كان عندهم أموال بإنترا تحت سقف معين اللي هو 15,000 ليرة، قامت الدولة بدفع كل هاي الأموال لهول الناس، وهي صارت الدائن للمصرف. ساعتها صار كل الدائنين الكبار، بطل في دائنين صغار، اللي هن حكومة اللبنانية، اللي هي حتى حكومة قطر، الكويت، وفي كمان مؤسسة حكومية أمريكية كان عندها هي إيداعات كبيرة بالمصرف. صاروا هن كبار المودعين، صار الخلاف بينهم وبين أصحاب المصرف. تخريج اللي عملوها بدل ما يصفوا المصرف ويبيعوا كل أملاكه ويدفعوا موجباته للمودعين، صاروا المودعين هن ملكي المصرف. هو النظام الذي يصر على إعادة إنتاج نفسه ولو كان ذلك على حساب جثث الآلاف مواطنين كانوا أم مودعين. أدم شمس الدين، قناة الجديد.